نطوي عاما آخر محملين بالأمل، ليست أمالا مستحيلة أو كبيرة، نستجدي سلاما وخياما أقل، أضواء وكهرباء، دفئا في شتاء العام المقبل، وصيفا خاليا من المرض، وربما أبرز ما نبتغيه لم شمل العائلة، من بقي منها على قيد الحياة، أن نستيقظ صباحا ونسمع أصواتا نألفها، ونشم رائحة الأمان والاستقرار من ركوة قهوة على النار، أي أننا نريد أيضا أن يصل إلينا الغاز. تنتشر في مثل هذه الأيام عادة نصائح وإرشادات حول تحديد أهداف العام المقبل واستثمار الوقت، وتغمرنا حماسة البدايات التي علينا أن نستغلها بعد مجهود كبير بذل في العام الذي يودعنا. تتملكنا أفكار بأن عمرنا يمضي، ونبدأ في تقليب الصور واستعراض ما مررنا به، لنجد أنه ليس بأيدينا سوى التمسك بالعمل على أهدافنا، وأن نحافظ وسط جنون السياسة والاقتصاد والمجتمع على خيط أصيل من الحب والأمل. صحيفة ناشيونال انترست رصدت في تقرير مطول أبرز 10 مخاطر عالمية متوقعة في 2023، من ضمنها الحرب في أوكرانيا والأمن الغذائي والاضطرابات السياسية وتراجع التعاون الدولي. أما على صعيد سوريا فلا توقعات أفضل، ضمن حلقة مفرغة تعود بنا وعلى مدى كل الأعوام السابقة للمطالبة بحقنا في العيش والكرامة والحرية.